هادي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا بجزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي مراحل يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي، الحقيقه يا جماعه حقيقي جامد. شكرا ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج، المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه ثانيه، عروض خاصه جدا جدا، والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف قفل. يوسف معاطي المتهم الأول. المتهم الأول؟ خير يا فندم، في إيه؟ إحنا شرطة الأجزاء. شرطة إيه؟ الأجزاء. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه شرطة أجزاء؟ بعدين، اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في إيه؟ امشي. إيه يا جودة اللي بيحصل؟ يا أستاذ أقول لك محامي؟ تقومني محامي وأنا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. إيه ده؟ فندم في إيه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح السعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباية. الله، لا كلموا لي اشرف عباية يا جماعه. بص ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بلي. لا آه.
انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده؟ ايه ده؟ دي اموال الدولة. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم انتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش انت تعمل فيه ابو علي وتعزم محمد عوض. ازاي؟ ما انا عزمتك انت. انت عزمتني، عملت معاك فيلم امير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، انا اللي طعميتك في القهوة. انت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر اتعاطف معاك يا عم غسان. انا اسف. يا سجان، يا سجان هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر حرام عليك يا راجل. صلي على النبي. خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم؟ يلا يا راجل بره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 اهلا، الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسي. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اهو. والله يخليني قاعد. اتفضل اهو. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين، اخ. هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم، انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا اشيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟
شعبان أبو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا أنا ما صدقش إن أستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب إيه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي أنا بحبهم يعني. أيوة إيه؟ هنيدي اتمسك. يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك علينا حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني، فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النساء، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتاح بذكاء، بس انا عندي قفلة الموضوع. ايه رأيك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تأليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفاية يا فندم كفاية، ارجوك كفاية، متشكر قوي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت في المحنة دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبقوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك تحت امرك. طلب اخوي. عمر، بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال آه بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب ما فيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا، شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه. استاذ علامه ولاؤه يابا للغه العربيه والاخلاق الحقيقيه، وعشان هيدوس عشان هيدوس عشان هيدوس عالشوك، وعشان هيدوس عالشوك، ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان
هيدوس عالشوك وعشان هيدوس عالشوك ايوه وعشان هيدوس عالشوك ايوه دوس يا ولد شعبان مبروك شعبان مبروك الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية قام بها نابليون بونابرت على مصر والشرق بهدف قطع الطريق ما بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند يقول الكاتب عباس محمود العقاد لا يكفي أن تكون في النور لكي ترى بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي وعاصمته كامبيرا بس يا ابني بقى هبكي والله هبكي وجسمي أشعر بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف ربنا يحميك ايه كم السقافة والمعلومات دي يا ابني ما شاء الله تستعد الفنانة سحر رامي لبطولة مسلسل جديد الله 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 المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله طب بقول لك ايه ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانة نهلة سلامة اديني انت بس ساعة يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها ربنا يبارك لي فيك يا ابني بسم الله ما شاء الله ونعم الابن ونعم الوريث الله يبارك لك انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه لازم مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجية والفراخ اسمها هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني ده شكر قوي يا ابويا يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤولية الاسم اللي انا شايله بسم الله ما شاء الله انا مخلف عائلة اكبر مني وقاره اكتر مني ربنا يحميك يا رب هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده بس بخف شويه يا يوسف ها عشان خايف عليك من الحسد راحه وجايه في الحاره ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك ما شاء الله ما شاء الله ايه ده ايه ده وانجليزي وعربي اقول لك يا ده يوسف عارف انا بحلم بايه عايز ارتاح بقى نفسي ربنا يكرمني فيك وتدخل الجامعه تاخد الدكتوراه وبعد الدكتوراه هقف معاك لحد ما تاخد الماجستير وتيجي بقى يا ابني تقف في محل الفراخ بتاع ابوك وترمي كل الدراسه اللي درستها دي على جنب وتفوق للفراخ وتفرفش المحل كده يا يوسف ان شاء الله يا ابويا ربنا يديك الطاعه يا ابني وعايز اطلب منك طلب تاني بقى بس اوعى تكسفني مش عايزك يا تلعب مع الواد فريد ابن بلانيله ده خالص هما ستايل واحنا ستايل خلاص ليه كده بس يا ابويا ده انا بحب الواد ده قوي لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحس امري مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا ابني انا فاهمهم اكتر منك الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي قولها ورايا الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي الواطي واطي ولو اشترى بألف جنيه بلاطي ربنا يبارك لي فيك يا ابني ربنا يحفظك تم كده وشرفني شرفني عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله اعمل لي فيها شريف يا عباس طب حياه امك لو ارادك معانا بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه قشطه شوف مين ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف لا لا ما ينفعش يا ابويا بس مش معقول الوقار ده كله قوم يفتح وانا قاعد معلش الحمد لله فضل ونعم ازيك يا يوسف يا حبيبي بابا موجود هو يا حاج اتفضل هو فين هو بيقول موجود ازاي اهلا وسهلا ما قلتش حاجه تعالى ما تخافش البيت نور اهلا يا دي الزياره العزيزه اهلا 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 يا سحر ايه النور ده ما شاء الله ما شاء الله ده يوسف امشي يا فاشل اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب يلا كل عاوز برب الفلك خش جوه ما شاء الله ما شاء الله يوسف كبر وفريد كبر الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس لا ولا عجزونا ولا حاجه ربنا يبارك في الذريه كلها
يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب سيد ام السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، مفيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، مفيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله، ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقه له ولا حاجه. وانا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. بس بيني وبينك، بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. والله عايز احرقه له وهو نايم، اشيله له بكماشه. وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيله له كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه. هشوف. عم لا تحلقه له ولا حاجه. يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد ذكر وبارم شنبات. والحمد لله انت وحامت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السحت يا معلم؟ لا السحت ده حبيبي. اهلا وسهلا. شكلكم كده بحواجبكم مطرطقه اوفر ديت، في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معايا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان. الا ما تقول له يا سحت، شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح فيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه انت جاي تهزقني ببيتي تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسر الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هروح للكنز؟ الراجل ده طبيعي ولا كنز؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يقعد على معانا. ايوه بس مش عايز تعطل عندي صلاه عيشه، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجله. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بقالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه المفاجأة الرهيبة دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رأيك في المفاجأة دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والأزاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجة. السحت لقاهم في خرابة، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبيني تفرجيني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر. أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. عشان كده انا هنصص معاه. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي؟ لا مؤاخذه، بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ الكازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام، فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه، ولفيت الخرابه حته حته، فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ انت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز وحرام؟ الله بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح له ازازه. حاضر حاضر.
انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم شيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. وايه تاني تاني تاني؟ خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله ينور عليك يا بلا نيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود انت يا يوسف، انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى، 12 سنة وانا مش عايش حياتي، حياتي كلها كتب في كتب في كتب. أيوة كنت بأهلك عشان تبقى وريسي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق، انت يا ده فريد يا زفت، يلا شيل الحاجات اللي دماغك غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا انا هتصرف. الله يخرب بيوتكم وبيت مجيتكم. قوم يا قاعد، قوم ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طاف. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامه بالسلامه. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك ومسكها في ايدك كمان بقى. انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي؟ يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشافتك في المنظر ده كان جرالها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت. ده اسمه كلام يا ابني؟ قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا ده انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فقت. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي بلاش اللي اتأدب. هادي بقى هات. اسمع يا ابني كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك. تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هاتن كزوزة اطلعيني هوبا مزابوزة والحال عجيبني. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه يا اما هطير فيها الرقاب. فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه. الواد خلاص شدتوه. ابني لا، فهمني ولا لا يا بلانيله؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضه زيكم ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة. ذكر من يوم انا عارف، عشان كده انتوا عايزين تدمروه. عشان اول طفل يدخل الموسوعة اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم احافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. عايزين مني اي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم يا عم. انت لازم تفتخر ان ابنك راجل. طب بقولك ايه؟ اه ما تديني بقى عشان عطشان. شوف طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس، مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. هو داخل اوعى العيال. هات شوية كازوز، هات شوية كازوز. كازوز يا كازوز عبي. حاجات بفلوس ها؟ امال ايه؟ اول مره كده عشان والوان ايش احمر وايش يعني هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام؟ تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه يا عم. في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ هو احنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده؟ تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان. انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي قول لي بقى عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله هات الكازوزه. هو ده
خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتوا له ابعتوا له. انا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف لو ما حرام ليه حاجه، لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص تبقاش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه، احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نتطور شويه نمشيها، يعني نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده ندي له حاجه والراضي وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدع. امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ خش يا باشا. يا حاج هو دخل دمك يا حاج، انا عارف. خش خش. الله، انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين؟ لا سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اه ايش ايش خفيف صاحبك، خفيف صاحبك. يا رجاله ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله، وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها هاتوها. والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. اوه احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن. هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر حاج، سكر سكر حاج. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد قام. دخل دمك يا حاج. حلو قوي قوي قوي. اديها تاني. اديها اديها اديها. ربنا يخلينا بالحلال. ايش يا بنبست؟ ايش يا بنبست؟ ايش يا بنبست؟ السلام عليك السواق وعليك الزوزه كسوح. بيبس يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير، قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه، خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل يا طيب وما نحترمش. السلام عليكم يا معلمين. السلام يا معلم. رضا رضا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام يا سيري بيو. الله يسلمك. السلام يا سيري بيو. تشرب يا فالح أربع، يا حرام يا ابن المحظوظة، مالك على إيه متصربع؟ جاسوسة جاسوسة جاسوسة، اشرب يا فالح أربع، يا حرام يا ابن المحظوظة، مالك على إيه متصربع؟ بحسدك أصل أنا مستحرم، الشاي والسحلب أرحم، بحسدك أصل أنا مستحرم، الشاي والسحلب أرحم. تحية للشيح البابوني، سلام كبير ومربى، جاسوسة جاسوسة جاسوسة، اشرب يا فالح أربع. Yeah.
بابا مين انت؟ هتصيعي ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوة بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخاتي لبتخوني ولا تشوفوا ولا نيل انا هارش الفيلم من اول وبقى اللي هنعمل معاكو الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني. إيه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ قردة؟ قومي ياد من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة إيه ونيلة إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى حلو. زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما أنا أشوفكوا برضه مرة في الشهر بتاع. أنتوا صحابي وإخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي ونيله ايه وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك يا اسف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه. يعني سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي. هي في غيرها في القبيله. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم اصل العيله كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها انا جاي بعد شويه. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شويه؟ يلا قوم فين. انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا حاضر حاضر.
عادي يا جماعه ما فيش حاجه، هي بتنشف فجاه بس هي اما تعشروها تحبوها والله. حاضر 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 اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش مزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه ما فيهاش حاجه يعني، ممكن اقعد خمس دقايق. انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دم اخر. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. بتعدي مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير او اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه قد كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه واشكالهم هي نفس اشكالنا. لما تنسى حلواني دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطه يا شباب، يلا قدامي. اوكي اتفضلي. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجه؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تلمي لي عليا الحاله دي؟ وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيال، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه الحلوان؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها، ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها هايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حصلتك من ابوها حلوان؟ يا سيدي حذرتني. طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعيان. عيني عليك يا حلواني. يا حلحب طحالب دي حلوة قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبه؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو سا في سي مي بارون بارون؟ وي ماشي، خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمك كمان بتشمني؟ دي التحيه عندكم في الاسره؟ حييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم طبعا، ده حمايه حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم. تعالي ريحة أهلك وحشة قوي، سوري أنا آسف بس فعلا فعلا قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمحة في الصحراء والتراب ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني، أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حيواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولية دي خيلاني وقلقاني، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سمى ماما ايه لكم سا لكم سا؟ طب ماشي انا بفهم بس يا ولية. اثباتي بقى الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حماية طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بداية ابن البداية؟ بداية ابن البداية يعني انت فضاء ابن فضاء ان انت بدائي. بل انا عايز اقولك على حاجة، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اصرف المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلم امك، ما كلم امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه؟ يا عم خلص. ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيلة ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها؟ ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجأة اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابة بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني، ما كانش في حد على الارض. جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابة دي، هقدمها لها. يا ولية اقعدي بقى، اقعدي بقى. هقدمها لها هدية، ايه رأيك؟ بوابة يا حلواني. ليه يا عم في ايه؟ ده انا ودني ايه وانا واقف جنبك؟ في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم، عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بدينا كمباوت، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟
بص هبيلها كمباوند. ورحمة أمي أنت لو ما ثبتتي لا أدفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي أنت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. كلها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زفت كمباوند. في أي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع إيه؟ بتاع كمباوند. موقع إيه؟ ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق إيه الأرض دي من الأرض؟ أنت أهبل. بص في الصحراء ونقي وأنا هبنيلك. تأمر بحاجة تاني؟ قشطة يا عسل. ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره، ويبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش حماد؟ انا ماشي طبعا صحراوي. يلا قولي في داهيه، قولي في داهيه. ميرسي بابا. امسك الليله دي ولا ارميها في اي وادي. بصي صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء واتهطلوا، عادي ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي، وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. قولوا لي امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوك ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنيك قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، لو شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد. عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحة خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا. مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجة غريبة في العيلة دي، يعني الشم بالنسبة لهم حاجة مهمة. ايه التحية الغريبة دي؟ تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه، اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقول لك. كومباوند دي انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي دي وي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع على الحراميه دول ياكلوا. دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس، استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى. خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ اه. هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. مبروك. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبه الحلوه دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابه. ها، نفتتح الشريط. هات السكينه وانت واقفه مكانك، عارفه لو خطيتي خطوه ارطم لك رجليك. هاتي ده، انت روش. سيبي اولاد، الاولاد انا خايف منها والله العظيم. امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقيه وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجه، بص هي غريبة، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. افرحوا مبروك مبروك مبروك. ادخلوا. اتفضل اتفضل.
يلا مبروك الف مبروك اهلك يا عرو يا عرو مش بهزر سوري يعني ما ايه ده لا they are very nice نايس ايه مليت ايه كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعه بقول لك يا حمايه تعالى عاوزك تعالى عاوزك ايوه حلواني تعالى ثانيه بس الناس دي راحت فين رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا ايه يتفرجوا على ايه مفيش حاجه اتفرجوا على ايه فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص في جوه تعابين خلي بالك ما احنا بناخدها طب الف هنا بقول لك ايه انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي انا هعمل لبنتك احلى فرح ايه رايك مبروك يا حلواني مبروك ما تحطيش ايدك عليا مش ايد دي الف مبروك الف مبروك مع السلامه مع الف روح شمهم شمهم بعض لحد ما اجي لك انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي معاك الله اصحى ولا 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 كل هدو فوق كل هدو فوق كل هدو فوق وفين السقف يا رجاله الحفله لسه شغاله ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني جينا وهنينا كل هدو فوق كل هدو فوق اللي يحب حلواني يقول ايه يحب حلواني يقول ايه حلواني يعني الرجولة حلواني يعني ابن النين حلواني في الحي هنا كل جبل في المنطقة وكهف كهف وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة والحي عروستنا الجميلة فتاة الوادي فتاة الجبال فتاة الليل صاعدة الثعابين منار الجيار وكل اللي يحب حلواني يقول ايه اصحى مبروك يا حلواني الله يبارك مبروك يا عروستنا الله يبارك قاعد الوليه اللي وراك دي قاعد مراتك قاعدها انا دلوقتي اعرفك على عيلتي لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي ناس طيبين قوي 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 غير اهلك خالص دول اتنين ولاد خالتي اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره يلعبوا في طقوم بعض كده يعني باي 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 انبسط 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 العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه هم راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني طيبين قوي طيبين قوي اهلا وسهلا شرفتنا شرفتنا هو مين ده؟ ده ما اعرفش بس يعني ابويا لما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك فيعني نورت بس راجل طيب ها ايوه ها ها نورت يا عم نورت ده مين شو بقى التافه بتاع العيله قمر قمر وقعدته جميله والعلم بزنسمان كده ها معاه توكيل عظم بصي بصي الانواع بصي اوعى تكون جايبه لنا هديه بسيطة كده لا ده كتير قوي كتير ليه طلب تاني أؤمر يا مش واحد صاحبي هينحتك كده سوا مع بعض يلا حبيبي هو هيطول شوية ميرسي حبيبي حبيبي عايزك تقول على الفرح عقبالك عقبالك وجو تعالى ما تتكسفش تعالى ما تتكسفش ده ابن عمتي مخلوق بيضحك على طول فظيع بصي بصي لو سكتنا احنا بصي هو يعمل ايه حاجة ظاهرة في الجبل ظاهرة ظاهرة وبرده مش تافه تاجر جلود من اللي بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه جعبت نفسك يا اخي تشكرين عقبال ليلتك حبيب حبيب مبتسم على طول جميل انت شايفه عيلتي فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك شايفه من المفجوع ابوك ده اتفضل خد الخروف ده لوحده يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس بصراحه طب ايه يعر بصراحه اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح ما تخافش تغني انت يا حبيبي تبقى حلوه قوي تكلمي بجد؟ اه والله والله لا غني عايزه حاجه تاني يلا غني حبيبي حلواني حبيبي حلواني فاكرين فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتاج بتاعت الاتوبيس دي ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه بداي 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 أموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش أموت وأعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش الموتى ¡Suscríbete al canal!
جات على بوابة والأرض فاضية ومكسبة الدنيا كانت تتقدم بدري ونوال واليما أهيابا لو كانت جات على بوابة والأرض فاضية ومكسبة الدنيا كانت تتقدم بدري ونوال واليما أهيابا سمعني زغروطة تحية عساوين يا كومباوند الحلواني يا كومباوند بحبها يا هو ياهو ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولاد الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولاد الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة والأخ منفس على خوه الأخ بنفس على فوق يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين انا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس ان شاء الله كله هيبقى تمام انا ما بقلقش ما تقلقش مولاي ليه دكتور نفساني يا مولاي ليه ايه دكتور نفساني يا مولاي خليك في شغلك ما تدخلش في اللي مالكش فيه مش عشان اقدم واحد في المعبد اسكت لك ترجع بواب تاني اتفضل امرك يا مولاي ايه الناس اللي بتتحشر دي امر مولاي ايه يا مس من معت الكلام الفاضي ده انت فضحتني ولا ايه
بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني تعبان شويه، الناس كلها عارف السياح ده. مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربيين حتى في معبد واحد. متربيين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها، واتفضحت انا وانت. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدى حدودك ولا انت بقى انت واقف قدامي؟ امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدى حدودك فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انت بقى وانت بتكلمني، انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى اتفضل، روح دلوقتي لعمك بحبنبوت اللي ورا المعبد، ابنه مات تعيش انت، عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين، ها؟ ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك، انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار. ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل، سلامة. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عياده الدكتور فين؟ بسم المعد بسم المعد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك. فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح. بطليموس الخامس عشر جه. وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه، انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. يا دكتور الجو ده، مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوه قوي كل اللي بقوله. كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح ابعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه. ما تعرفش، ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه، سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه. هي بلد امك. يا دكتور الطريقة دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمة ولا على اساس ان امي ملكة فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي، انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد. بس انا مشكلتي الحقيقية يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياة، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمة. هتقولي انا بطليموس الخامس عشر، اقولك ايه، في 40 بطليموس في العيلة. خالي بطليموس ال13، جدي بطليموس ال20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22، جوز خالتي بطليموس ال26. عارف في بطليموس كتير في الموضوع. عارف لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شوية. بس دربكة زحمة بصراحة. العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش، انت عارف ام الملكه يعني. فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني. وبعدين اللي شاغلني دلوقتي موضوع الاخ ماركا انطوني الواد الصغير ده. كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني. عارف مش عارف اعمل ايه. والوالدة موقفها ايه؟ الوالدة ما انت عارف، ست حلوة وصغيرة وملكة، مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم.
ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ايه الاداء ده؟ انا بقول في مشاعر نبيله بينها وبين انطونيو، وارد يعني، لكن حسستني ان امي بطاله والعياذ بالله. اذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد مارك انطونيو ده، لانه مش سهل، ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينا. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينا. خفت يعني اسمه، اقتله، اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدقه دلوقتي، قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني، هيطلع معقد نفسيا زي اكيد. في توني الرابع عشر كتير في عيلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. انا انطونيو وانطونيو انا مالي روحينا. شايفين بتعمل ايه؟ قلبي معاك يا صديق. قشطه، هو اللي بدأ المعركه. بص يا جماعه فين، بص يا جماعه فين. ها انطونيوس، ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظه وحش قوي، شفت السهم جه فين؟ جه في الجزر والله. بس وشرفك وشرفك، السهم الجاي في ودنه باذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. انا ما احبش حد ينافقني. قول لي انت اقوى رجل في مصر. ولد امك. أنا عارفة حركاتك دي، والله ما أنا سايباك. سامحيني يا ماما، أرجوك سامحيني، سامحيني. وديني وأيماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. أني بطليموس؟ أنا ولا عمي ولا خالي؟ إحنا 60 بطليموس لخبطتهم. اخرس اخرس خالص. اللي أنت عملته مع عمك مارك أنطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، وإلا وشرف أمي أعلقك أعلقك. أنت عارف بقى أمك وقلبتها. اصل هو بصراحة كان واقف مأمبر كده في أغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزاك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا. حاضر. لمدة 3 أيام. حاضر. ايه ده؟ في ملكة تقول وشرف أمي لنفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي أنا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي أوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده؟ ده انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. ها؟ سن ايوه، الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه. ها، انا في المعبد ماشي ان شاء الله. عنك ما جيت من المعبد، ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو، تعال يلا سند. اوعى وانت كمان. ما معيش فلوس، ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف، هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم، هات لي يا ابني الشاي واللبن بتاعي. ايه ده؟ ايه الجرأه اللي حصلت في القصر فجاه دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني. ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي، مش قادر أتكلم معاها، كل حاجة تقلدني تقلدني. ما علينا. النظام؟ نظام إيه مولاي؟ مش فاهم. نظام إيه؟ أنت هتستهبل ولا إيه؟ نظام السقسقة. آه، تقصد حضرتك البسكوت. أقصد البسكوت، أنا بقصد البسكوت. مفيش حتة كده سقسق بالشاي؟ أنا آسف يا مولاي، حساب السقسقة تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقة.
يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كربه قوي، الشعب مش عارف يسقسق. انا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فتره ما سقسقتش. ان شاء الله ما سقسقت انت ولا الشعب. انا مالي، انا عايز اسقسق دلوقتي. بسكوت مش شايف لعبه. خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى خليك جدع. اي حاجه اي حاجه. ايوه كده يا حلو يا حلو. فار 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 اعمل حاجه. انت تقف تترش. امال حارس ايه ونيلت ايه؟ حملك عصابك دخل هنا. انزل مواجه. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس. اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب، لكن قتل لا. ايه الاوفر ده؟ ايه؟ انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك. مولاي إيه؟ انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده، انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا، فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس بس كده. قشطه. الله يخرب بيت، دي سيره والله. انا نفسي ماعت عليا وما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايه، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب، وانا ابيعك برضو. ما حطيت انت السم، انا ركزت في الكوبايه فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك، ده احنا مربينك في القصر، انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك اي حاجه. نفسي اسقسق. انا هتسقسق انت من جهه. هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بدوغة وغممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. استنى انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر. انتوا اتجننتوا؟ عهده لستين داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي لستين داهيه. مولاي انزل بقى زهقتني، بتموت في ثلاث ايام. حلو قوي فكرة الشاي ابو لبن دي، حلو قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها وضع امور ده وبيتنطط، اعزمه على كوبايه شاي ابو لبن. حلو يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاي ابو لبن، وهيروح هديه للامير مارك انطونيو. في جنبين مارك لا المكوك الضعيف. لا ماما لا ماما لا ماما ماما لا بطليموس بطليموس ابني. ماما لا ماما لا ابني حبيبي. ماما ماما مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا 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 يا ريت. انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ أوه. ايه يعني سجاير؟ هتسخط يعني؟ لا تسخطي ايه، سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده، عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفره بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ قصه كده. المهم ان انت هتتحولي لسجاره. طب ومش كده بس، طب ايه ده، هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا 3 كليوباترا. ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب طب حبيبي يا حبيبي، بطاطس دي اهديكم الله. اهدى يا حبيب اهدى يا روح ماما اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى. انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي بكره تزهق تتعود. تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكة والمجد ليا من السحاب للتراب. ما تنم وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكة تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شوية عشان عايز اقوم اشطف.
كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا كليوباترا ملكة شطرة بس مالها ليها فترة دي بتبكي ولا مالها حتى قطرة كليوباترا قلبة 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 خطرة والمصايب نازلة مطرة قلبة خطرة والمصايب نازلة مطرة فوق دماغك فوق دماغك فوق دماغك يا كليوباترا قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس مرقة أنطونيوس قلب حياتنا كابوس وابويا في البيت قاعد في البيت مكبوس والشعب الغلبان قاعد شقيان بلبوس كليوباترا مدورها والناس مش لاقيه هموس فيه ايه يا كليوباترا هتطيري وتتنطري نظرة وتبيعي في سمك بقلا على شوق شوقك يا كليوباترا وافتكري مين الغلطان هتضطري وتبقى قطرة ديتها قرص التعب والمصايب نازله مطره فوق دماغك فوق دماغك فوق دماغك يا كليوباترا يا ساتر يا رب ايه الحر ده الموجه دي مش تنتهي ابدا يا شباب يا حلوين شوفوا كده فتشوا اليوم ما فاضلش غير البوكسرات تلعبوا عليها يا كريم يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع لنا حاجه من اللي احنا خسرناها لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه بقالك بتلعب معايا كام سنه 65 سنه دلوقتي عمري رجعت لكم جنيه مش همشي لما ارجع اللي خسرت لا جدع ده كريار وريني هتاخد فلوس ازاي ايه بقى كريم يا جدع ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع الله ده احنا نقر يا جدع ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها جدع ايه ده ايه ده 40 جدع في الموضوع ايه يا جدع يا جدع يا ايه انت بتنقط يا عم انت ولا حوار اسطنبول ولا بتاع كل ده كذب انا مختلف عنكم تماما يا جماعه بص على الشعر حد عنده الشعر ده بتاع كريم بتاع كريم ها حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم عيب احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده تصدق مش حاجه نعملها ايه ده مفيش اي حاجه حرام نعملها تاني حتى المشروب خلص خمره وشربنا وقمار ولعبنا عايزين نعمل حاجه شمال كده بقول لكم ايه نعم. احنا كدبنا على بعض النهارده الصبح صح الصبح طب جبنا في سيره الناس بالنميمه بعد الظهر تسع اللي قاعده معانا انت مقرخ كل حياتنا اي بس عرفت الموضوع ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا لسه بس هو ده اللي فاقر الموضوع هو ده يلا شوفوا بقى بنت أي بنت رايحة جاية كده وتحرشوا بيها وأنا أظبط لكم الموضوع طب يلا إيه مش تيجي معانا ولا إيه؟ أنا أراقبكم وأظبط لكم الدنيا يلا يلا خلي بالك بس الشمس عشان الدنيا نار بره يلا على مقلوبكم الله 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 الله
بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ قرع مطر ايه ده؟ وانت احنا اللي عاملينه. ايوه يا كريم، بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطره لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه، لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا 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 لغوني على طول. قشطه سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري. ها قولوا لها تعالي شوفي شعري كريم. قشطه. ياه خلاص يا بطه، هانت كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا تيفا امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بطه الا بالحق، انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا تيفا؟ الاحراش خضرة اما الادغال صفرة. بموت فيك عشان انت فهيم يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد، خلينا امشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاك واسافر كمان معاك. تسافر معايا يا تيفا؟ هو انت حالتك تاكل يا اخويا؟ بقولك ايه، خلينا امشي احسن، انت عارف اهل الحارة عاملين ازاي، البت مننا لما تتأخر بعد الساعة 1 بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل ايه بس يا تيفا نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عناك. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك. يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيم؟ مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر؟ انت رايح تتطاير ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت قلت لي نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه؟ البس حاجه يا جماعه، انا مش موافق بصراحه برغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معايا. معايا؟ لا انا ماليش دعوه. اتفضلوا اتفضلوا، تعالى تعالى تعالى. طب بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ تيفا انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه صح؟ عارف يا بطة، عشان انا بكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك وانا الهاتشو بسنان. بقولك يا دكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟ لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. طب معلش عشان القعده عائليه بس، فشويه نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله يخليك، مع السلامه. مصطفى اشكرك، انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده ثانيه. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بعد. خطرت معايا العيال عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عينيا، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت، انا اوصلها. على السلامه يا درش. شكرا يا فندم. مالك قابض، شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا، ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا كيمو يا زينب، ايه ده؟ ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى؟ عيني عينك كده مش عارفه مالهم، ايه اللي جرى لهم اللي من دول؟ ها مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو 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 حلو. بس يا واد، بس يا واد الكلو كلو وجعنا. الله يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله يخرب، بالراحه بالراحه، يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ كتير، كلهم بيشوفوا واحده حلوه زي حالاتي كده، انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعايز انا ماليش دعوه. سلام على الصح، بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدنيا. يخرب بيتك الاكلادور لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخمسه يا جدعان، دي بنت قريتنا، بنت قريتنا ما يصحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ نتحرشوا. اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ ايه سحرك ده؟ منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم
لازم اخد حقي. لا يا بطة، اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا، وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصتي، دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه، الله اعلم يحصل فيا ايه، وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم منكم كلكم. انت خلاص ما تزهقناش بقى، الناس تجيبي طبله وطار، وانا فتاه مغتصبه، عرفنا ان انت مغتصبه، انسي الموضوع، وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. ابتمك ابتمك اشتنتني ملومك تاني، انا ترتمي انا ملرم بشكوبك. ابتمك ابتمك اشتنتني ملومك اشتني انا ترتمي انا ملرم بشكوبك. صلى على النبي يا بطة، ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك، هتبقى مغتصبه وهبله. لا اهدي اهدي، انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطه. خلاص يخرب بيتك، بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني، وربنا ما انا متكلم معاك. يلا غوري في داهيه، يا رب يغتصبوك تاني، ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير، اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا، دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبة وغلابة قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وقوانطجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتركوا اختفوها واختصبوها. ذات هو تبدأ من وانا واقف، انت اتجننت؟ اعمل لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزة، خش على السنيوره العب. اكيد دي السنيوره. وريني يا اخويا، خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسس ان انا هيغمى عليا. لا 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 لا، مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان، اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مفيش قاعدين، تعال عند خالتك، اطلع بره تهوى. يلا بكلسونك ده. يلا يلا خفيف تهوى، سيب الكوتشينه دي وغرف ده. يلا. عموما يا كبير، الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي، يلا اطلع بره، مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. اقذر ناس عرفتها في حياتي. بره يا زباله. فعلا زباله. تعالي يا حلوه. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليك، مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي، فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي. ايوه كده، اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله، النصيب ده. اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا، ما حدش يقفلك. احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وننبسط اخر انبساط. حلو قوي حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي يا بيبي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها؟ عايزه فلوس؟ لا، ده بعد الدخله على طول هطلبها. اوكي اموري. انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي. خير؟ قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هيأثر علينا خالص. ثانيه واحده. انا باذن الله هعمل. ثانيه واحده. ليه؟ انا خليني اكمل بس. لا كمان. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا، الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي، قلت اتجوزك وامشي. نعم. وقالوا لي بنت ناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا مغتصب؟ انا كنت معاك، كنت بتخطى امتى الكلام ده كريم؟ ايه الصوبع؟ صوبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. الاكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكاني يا كريم. كاني انت؟ ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون، انا بشوفه في كل حته بس ما اعرفش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش شورت شعرك وملسته وتعملي بقى الحبتين دول. لا اذا كان على شعري انا مش هشوره من زمان، مش اول مره اشوره لك، فاهدي كده. وشكلك فيه بقى انا شامم ريحه جنان. ريحه جنان؟ لا يا حبيبي، الكلام ده عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي، مش عند انا. عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتقيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني. يا سلام يا سلام يا اوعى يا خوني يا خوني، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جايلك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه. ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول الاخر واحده مغتصبه ولا ايه؟ يعني هي حاجه شريفه قوي، ما تتلم يا ولية. شريفه ونصب،
طلعت بره كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبالدليل ان انا سايبك البيت وماشي. لا يا حلوه هتيجي وتروح فين؟ تعالى انزل اقعد عليها مع اصحابي. تعالى يلا يا ولية مجنونه. تعالى يلا يا مجنونه. Şimdilik bistirilmez Birleşişin nasip Ey kraletim bayramaş Şükran beledim ambulans Dikirim diredim astikas Verilin deşinmesi Fatuma'ya Fatima'ya Tamatim ya Fatamdam بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم فطومة يا فطيمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم Aşılırım sürdüler şimdi sende mi kriyasındım Ayşen'le bir mi dissellerimsin Lirlin بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شط رئيسي بالتركي هاجي اقولها ان شاء الله لو بالاندونيسي بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شط رئيسي بالتركي هاجي اقولها ان شاء الله لو بالاندونيسي اقرردم سرق اللي بره الشلر هسرلم عرضي سوادرم سرق اللي بره الشلر مكسرلم اكشر اللي بره السم خبيتيني في قلبي بشتكي واسهر وبرطم خبيت سنين في قلبي بشتكي واسهر وبرطم اكشر دم سرع مردم ارش اسم دم ارش سر دم دم فطومة يا فطمطم اي هي 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 وهي هي 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 يا هي 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 يا هي 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 مختلف قارد ترم لو كنت عملت حاجة صدقيني هعترف وخديها مني كلمة يا طماطم وعقلي كيمو التركي صادق يا حلوة لو حلف أنا دابلك سرقة من رشدة السمن ومعكس دلدم أدورني السبن ناقص من قشك لدلدم يا عارفين اللي مش هيدفع القتاوي يا بلد فراخ راح عند فريش وبيدي طب مش دافع تعالى الواد يا صدري انجر وادفع القتاوي وتتفرج على العفريت لا ما عايزش اتفرج على العفريت والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنش كيس لا الحاجات دي عيب وحرام بس يا واد يا صميضه كفايه فرج على الافلام اسمعوا يا بلد أوامر منظور بيه إن كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه وهتتحرق أرضه وهيتحلق شنبه ويبقى كيف النسويين سامع يا صميده لا مش سامع بس يود وخدوا من الخبر ده ما بلاش الخبر ده بس يا عطية اللي توا من هنا ورايح
هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت دي؟ ايدي وسع يا ويل بندور به وصال. حلو يا ادي ابراهيم الولع. خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم الاتاوه زادت الطاقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشه وتموتوا. أنا ما بكرهش إلا اللي زيك، الغلابة اللي يقولوا إحنا غلابة دول، أنا مالي؟ ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في أرضي وأرض أبويا وجدي، ومش كده وبس، عامل لكم ملاهي، وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا، عندنا ملاهي، هلم كل مليم دفعته يا بلد، قلت يا سميدة؟ لا! أنت بتبرق لي يا سميدة؟ أيوه! يا سميدة بيبرق لي، طب يا سميدة؟ انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. ايه يا سميده انبسطت؟ قول لناسك واهلك شفت ايه جوه يا سميده. ما قدرش يا تقول شفت ايه جوه. ما قدرش حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا، اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميدة وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه، ادخل سميدة. حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية، حرام كفاية. مين فيكم مش هيدفع للتاوة؟ باقي 200 وريات وربنا لقول. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع الاتاوة؟ انا مش هدفع الاتاوة. نساتي يا رب، ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمة دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغولة والعفاريت. ده انت هتشوف الغولة وام الغولة كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغولة. اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اقف، عايز تشوف الغولة؟ ها انا فرجيك الغولة. ورهاني. اهدي. حلو الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاج علي. لا استنى لسه فيها حتة. انا ابن عزادي، امي عايزه ادي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى؟ انت مش تدفع حاجه خالص، خلاص اخر حاجه تدفعها. يا نهار اسود، يا نهار اسود، كفايه. انا من رجالتك يا بندور بيه. استحملني فاضل اربعه نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفايه الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك؟ ملكوش صالح. شوف الوليه كاتعه فين، خليها تجيبها على المضيفه، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فين؟ والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان، ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة. أول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة،
وأول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة، وأول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة، بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العواف يا مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا وليه يا رغاية، انت جاية جاهزة احمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها وقفوها. وقف يا بيت وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خافره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجوره دي مفروده من عند ربنا ولا ضربه بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروده من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمه قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمه انت خابره ايه اللي هيحصل لك. حاضر يا مندور بيه. ادي الوليه دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتري يا ظالم. طلبت مني صبيه حلوه، جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتري، اعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجه يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوها عشان الغوله بتحب اللسان. حرام عليك. يلا امري. قطعوا دراعاتها. ده الظالم قال. تعبت تعبت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها ايوه ايوه. ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه. إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه كف. خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد دهون، والشر اللي انا بس فيه، كل دي كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، أحب الدلعانة وأحب الحريم. إيه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، إيه دي؟ ودني كبيرة حبتين. ده حلق يا مندور بيه. أيوه 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 أيوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهري يا بت. كبسي، يخرب بيتك، مال يدك تقيلة ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما أنت يدك حلوة زي الفل أهو. إزيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت في إيه؟ في إيه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هنا دلوقتي، يعني انت مين ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك ولا انتوا التانيين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ ربنا يهنيكوا ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين، وخذوا راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه
اوقف وقولي اقعد يا مندور تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم صاروخ، سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده يعني بخاف؟ يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم صاروخ؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي يا صاروخ. تعال هنا. حياتي انا مين جاي يا صاروخ؟ تعال هنا. انت زفتها ساي. أوامرك يا مندور بيه. عملت ايه في الولي اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو 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 الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي. طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شفت ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبة يا مفيرة تسيبها لوحدي. امشي امشي. خد هترتاح يا عم ثروت الزريبة كل زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا لا خد هنت خد هنت. امشي امشي. روح يا عم ثروت. روح روح. اسود ده الا للسودة دي الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلام قوله من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف. بس الحماية الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروخ. واهم حاجة ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده. نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامة انت. بالسلامة. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة كله خايف ومفيش حديث في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه مندورة بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالردالة. خير داخلين مبرقين كده يعني مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطية. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. في ايه؟ إيراد كل مادة في النازل. إيراد ايه؟ واحنا لسه جمعنا المحصول. انت فين والقصف فيه؟ إيراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإيراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإيراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ امال الطوبير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو اديك قلت بعظمه لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك. وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك. انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا ياد؟ اتعادل وقول لي مين اللي بيقول لي يا ولد النصابين؟ الإيراد. الإيراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطيه بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه. ما تظنش فينا السوق. وما اظن. يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب. اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا مندور بيه. قال لي الحقيقه. الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه. ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه. عايزين يشوفوا الغولة مكتب فيها. ايه هاد الاداء الاوفر ده؟ يشوفوا الغولة مكتب فيها. زاد نفسيه. هاتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح. ده احنا ما عندناش غولة زاد نفسيه. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة. احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي يا
افرد يديك ايه وعلى البيت. يلا خاف مني واخرج على طول. السلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوس هدي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاه الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا منظور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه، واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام، هو اي كلام. شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي اهو، عيسوي جه. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا منظور بيه وبقيت 100 100. صابرين صابرين عابت. قوم يا عدل انت، اقعد يا بت اقعد. تذاكر جاهزه؟ جاهزه. مش عايز دلع في الملاهي؟ ها ايه؟ ايه بتزم في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا تعال خايف. عطيه. لا منظور بيه، منظور بيه. اللي عملناه في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص مجرب بتزوم ازاي؟ شكلي تشليت. ايه يا منظور بيه؟ تشليت. العصايه وقعت. ما توقع العصايه، بقول لك تشليت، بقول لي عصايه. انا خايف الناس. روحوني. ما انت في بيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني. وانت براحتك، برطعي براحتك فيه. يعني انتوا مستنين اما انزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل يا ولد، شلوني حمل، شلوني شلوني ابري يا ولد.
لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل الحركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك بلد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا. حضرت طلبية الجواري الجديدة لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وأنا بدربهم بنفسي. موزز بلا؟ موزز تشكرات سمبولاغا، تشكرات تشكرات سلطان، تشكرات. يلا واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا 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 يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والقوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، وممكن اعزلك. اقسم بالله قلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل. سليمان حبيبي افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعتي 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها اتكلم في اللي بالي بالك. ها التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ ايوة التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا. التاج ده يا سليمان ابوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب انا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجه لا يمكن اسكت عليها. شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحه كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2. وانا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، اديكي شايفه جرمع الحريم اللي لسه رايح على الاوضه. ولا تتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا بتدعيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مرتي واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا هنعمل ايه؟ ده بيقول انا مش خرنج، سبونج بوب واصفر كموني، وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. ده احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ادوكوا معانا يا حبايب، يلا يا ابله ما تعدهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا ابله، يلا يا ابله، يلا يا قمر. مكمرهم في الكم، ده القمر ده سكر وعسل
حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت. أشرها لي يا مدحت. اصحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع. تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسومات وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده هنا في الكريدور ده. كنا بندوس على النسوان، بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبه الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفه ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل الخطوتين ورا. إيه يا هوية؟ أفندم مولاي. أفندم إيه؟ أنت داخلة بتتدحلبي هتلايميني يعني؟ أنت بتستهبلي يا ولية؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا ولية؟ أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعه. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط؟ صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير اني اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا اعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دواء الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه. شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6. برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا، الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك فاكرك اسطنبول. ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما اشرنا على ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شفت صوت كنت صوت. فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شله حلوه ليا دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني هات. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك
فرمان طلع يطلع عليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش عرب خيانه. يا النساء يا النساء، انت زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام، الله السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بغدك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب تبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولانا. لا 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 اكيد فيه يا هيام، لازم تتأكد ان انت دونا عن الـ84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا انا سبيشال كيس؟ شور، انت عندك امكانيات يا بنتي خطيرة جدا، اوبشنز خطير. انت حنينة كمان يا هيام، انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قوليلي ليه البكا؟ امك يا مولاي. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتأخر في الحمام وتسيبني برا يا مولاي محصورة. محصورة؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عمومية هنا، ايه محصورة دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه الـ200 ألف حمام اللي في القصر وجاي عند حمام امي سليمان. امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا بس هيام دي بالذات انا ارشى ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري واهلي كده في نفسك على طول، انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلم. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبترضحي لي يا بنت انتي؟ يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصة يا خنفسة يا قردة يا منسنسة. بقولك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقا دول ولا شعري الاصفر، انا يا عينيا خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكوا ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوة. اديها يا امي، اديها بالشمشب. ايوه ما تضربي بالشمشب اللي انت ماسكاه ده، انت زغرتي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده اديها بضهرها، امي عندها دس. يلا اديها. السلطان سليمان القانوني. تشكرات منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. تشكرات منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. ماليش في الرمرمة وماليش في الدرمغة، ماليش اصحاب اساسا يا دوب هو الاغا. ماليش في الرمرمة وماليش
أطرك يا